أشار الوزير الأول في ذات السياق إلى البرنامج الطموح لرئيس الجمهورية وكذا البرامج التنموية التي تأخذ بعين الاعتبار البعد الاندماجي والإقليمي، على غرار عدة مشاريع تنفذها حاليا الجزائر في قطاع البنى التحتية والمنشآت القاعدية للمساهمة في تحقيق التنمية في القارة السمراء. نستمع مجددا لتصريح الوزير الأول. جرت أعمال القمة بحد ذاتها القمة الإفريقية الأمريكية، حيث قدمت كلمة باسم السيد رئيس الجمهورية. تم حوارات خاصة حول التنمية وما تقوم به الجزائر من جهود تنموية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وكذلك لأهداف المسطرة في أجندة القارية 2063. برنامج السيد رئيس الجمهورية طموح وطموح جدا، وكما قلت في المداخلة بأن كل البرامج التنموية في الجزائر خاصة بالنسبة للمنشآت القاعدية الكبرى تأخذ في بعدها البعد الاندماجي البعد الإقليمي. وكنتم شاهدتم ليلة أمس آخر مشروع تم التأسيس له، هو الطريق بين الجزائر وموريتانيا، طريق تندوف الزويرات، وهو طبعا سوف يكون شريان اقتصادي كبير وكبير جدا، يربط بين الدولتين الشقيقتين ويسمح للجزائر وموريتانيا بالولوج إلى غرب إفريقيا.